عامل هنا يا عبد. انا ما اعرفش انت بدل معاك وايدا وايدا عبد عبد واحد يعني متضايق والثلاثة فريز على الأرض. مادة بالإيد أو أي حاجة تانية تمام؟ فدي حاجة بتجرح المرأة أوي فبلاش نجرحها تمام؟ دي يعني افرضها مثلا أختك، مامتك، مراتك، بنتك، يعني افرضها أي حاجة منهم تمام؟ رابع خامس حاجة إن احنا نضحك ونتفائل إن شاء الله ربنا، يعني احنا دلوقتي في كارب إن شاء الله ربنا يفرجها علينا إن شاء الله بلدنا هتبقى في الأحسن. اللي تسامح مش هفك صلاة. طيب زي ما انت صلى الله عليه وسلم. طيب عليه الصلاة والسلام، يعني أنت التوجيه ده جاي لك من جماعة بعينها ولا منكم كشباب؟ ولا أي حاجة، احنا شباب مصريين بجد عايزين بلدنا تبقى أحسن وأحسن بلد في الدنيا، احنا مش أقل من أمريكا أو أقل من لندن أو أي بلد من بره مصر، لا احنا كويسين، واحنا بلدنا دي كانت هي الإمبراطورية. بلدنا مصر هي البلد الوحيدة المذكورة في القرآن. ونعم بالله، رأيك إيه في اللي بيحصل مع المواطنين مع الأمن؟ سواء ضرب الأمن أو ضرب المواطن العروف في الشارع؟ لا طبعا هي حاجه مش كويسه، يعني كده مش هكون مبسوطه لما اشوف حاجه زي كده بتحصل. يعني انت لما شفت الراجل اللي قلعوه هدومه في الشارع، انت ده مثل لك ايه؟ او حسسك بايه او رايك في ايه؟ عبد الرحمن اخرج من عندك، عبد الرحمن اخرج من عندك.